استقبل معبر رفح البري اليوم الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة، والتي وصل عددها إلى 4 شاحنات من المواد البترولية فقط، ولم تدخل اليوم أي مساعدات أخرى سواء غذائية أو طبية. في السياق ذاته تستمر قوات الاحتلال في إجراءاتها التعسفية لمنع وصول المساعدات، ما بين التباطؤ والرفض والإغلاق لمنع عبور الشاحنات. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. إليك رامي. بعد التحية، هذه المتابعة لتداعيات الحرب على قطاع غزة من أمام معبر رفح البري، ونحن أمام مشهدين. المشهد الأول المتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية، حيث لم يستقبل المعبر على مدار اليوم سوى 4 شاحنات خاصة بمشتقات البترول والمحروقات، وتحديدا من الغاز، المتجهة من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، وقامت بتفريغ حمولتها ومن ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. أما المشهد الآخر من خلال سماع دوي انفجارات وعدد من الغارات الإسرائيلية المكثفة والعنيفة على قطاع غزة وبحق المدنيين، تحديدا في عدد من المناطق المتفرقة، نتحدث عن خان يونس وأيضا وسط غزة وغرب مدينة رفح، يؤكد على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هذه الغارات الكثيفة والعنيفة بحق المدنيين، وأيضا التباطؤ والحالة الخاصة بالتعنت أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة إلى المدنيين بقطاع غزة. هذا هو المشهد، وأعود إليكم.